الاب الابن والروح القدس الاله الواحد امين. لان الروح القدس يعلمكم، مش هناخد غير الكلمتين دول، لان الروح القدس يعلمكم. احبائي ما تزعلوش مني، احنا ما بنديش الروح القدس في حياتنا حقه، مع ان الروح القدس في العهد اللي احنا فيه هو اساس كل حياتنا. وناس كتيرة بتشتكي وتقول بالحرف الواحد انا بصلي، اقرا الانجيل، بعترف، بتناول، لكن حياتي زي ما هي، مفيش تقدم، بقوم الحفرة احفظ حديرة، بلف حوالين نفسي، لما اقرا عن القديسين احس ان هم من طبيعة ومن طينة تختلف عن الطينة اللي انا اتخلقت منها. ربنا لما خلقني ما حطنيش من وسط القديسين، ما اخترنيش من وسط المختارين، امشي شوية وارجع، امشي شوية وارجع، وانا في ذرية التيه تايه مش قادر امشي على طول. عارفين يا احبائي ايه السبب؟ الروح القدس. بكل بساطة الروح القدس حل بالنسبة للكنيسة محل المسيح لما كان بجسد. فاكرين التلاميذ لما الرب يسوع قال لهم انا ماشي، فزعلوا مش ايه؟ لما انت شايف الحال اللي احنا فيه ده، مره غبت عننا كام ساعه وجابوا لنا واحد عليه روح نجس، حاولنا نخرج الروح النجس، الروح النجس كان بيتريق علينا ويضحك علينا، والناس كانوا قاعدين واخديننا سخره ليهم وعرقنا واتكسفنا ومعرفناش نتصرف، ما صدقنا انك انت جيت لحقتنا. جاي تقول لنا انا ماشي رايح للاب، لما وانت معانا مش عارفين نتصرف، تسيبنا وتمشي. قالت كنت الجمله الجميله، لا اترككم يتامى. يا احبائي اللي مش واخد باله من الروح القدس اللي موجود جواه يعتبر نفسه يتيم، واليتيم هيبقى محتاج من كله، لا ليه سكن ولا ليه مأوى ولا ليه اكل ولا ليه شرب، ده اليتيم، لان محتاج للاعالة. تقولي بس انا كبير، اقول لك عمرك ما هتكون كبير في الحياة الروحية، لان الحياة الروحية هتفضل طول عمرك ايه؟ صغير صغير. شوف يعقوب ابو الاباء وصل لسن كام سنة؟ 130 سنة. وبعد كده يقول ايه لربنا بعد 130؟ صغير انا عن جميع الطافك. يعني 130 سنة وقدام ربنا بيقول لي ايه؟ انا صغير. وهو قال لنا ان كنتوا عايزين تدخلوا السماء لازم ترجعوا وتصيروا مثل ايه؟ الاطفال. وما دام طفل يعني عايز ايه؟ عايز اللي يعودك، صح ولا لا؟ الطفل محتاج للي يعوله. سمعتوا عن طفل على نفسه؟ ابدا، مش ممكن طفل يعول نفسه. ده حتى الحكومات بتاعت الدول لما لقيت الطفل ملوش حد ابتدت تعمل مؤسسات وتعمل ملاجئ عشان تقول ايه؟ الاطفال، عشان تقول الاطفال. فاحنا احبائي في البرية دي اوعى تفتكر في يوم من الايام تقدر تفتكر على نفسك او على روحياتك او على قامتك الروحية او انا اقدر امشي في سكة ربنا. اوعى يوم ما بتفكر في النقطة دي بتضيع، يوم ما تفكر في النقطة دي بتضيع. عشان كده كل يوم انت جاي الكنيسة اعتبر ان نفسك طفل جاي داخل بيت باباك، وجاي تقول له يا بابا اتصرف ازاي في حياتي؟ اتصرف ازاي في مشاكلي؟ اتصرف ازاي في اموري؟ اتصرف ازاي في تصرفاتي؟
انا ما اعرفش ايه الصالح، تعال عرفني، تعال اكشف لي. يا ما خدت قرارات وجد المصايب على دماغي، ويا ما شفت حاجات وكنت بفتكر ان دي اللي هتريحني وهي كانت سبب غلبي وعذابي. انا عايزك انت يا رب، انا عايزك. يقولك انا موجود. موجود فين يا رب؟ موجود جواك. من ساعة ما اتعمدت واترشمت بالنيرون وخدت الروح القدس وانا ساكن فيك، انا جوه ما سبتكش. بس العيب فيك مش فيا. ليه؟ لانك داير تدور من بره وسايبني انا من جوه، جاي تدور هنا وهنا وهنا وسايبني. ودي اللي تخلي الروح القدس يا احبائي يصعب عليه، يصعب عليه. يا ريت يا ريت بس تاخدها اليومين دول والصيام الكبير كله، تاخدها تقول يا رب انا نفسي احس بوجود الروح القدس ده، هو جواي، بس حسسني بيه، اشعرني بيه، خليني استشيره. يا احبائي الروح القدس كان بيتكلم جوه التلاميذ وجوه الرسل، وربنا ما اتغيرش، هو امس واليوم والى الابد. يعني بولس الرسول لما بيقول حاولنا نجيلكم لكن الروح ايه؟ منعنا. الروح القدس قال ما تتحركوش. يا ترى بولس الروح فين منعك؟ الروح اللي جواي. وعشان كده الواحد لما بيحس بروح الله اللي جواه بيبص تلاقيه لما يتكلم يتكلم بايه؟ بالروح. ولما يتكلم بالروح يقدر على كل حاجه. عشان كده هو تفتكر في تناقض. بولس الرسول يقف لما يجي يتكلم عن نفسه، عن نفسه يقول انا عالم ومتيقن انه لا يوجد فيا شيء صالح للمرء. طب وبالنسبه للروح القدس اللي فيه عارف يقول لك ايه؟ استطيع كل شيء. ايه ده؟ انت تقدر كل حاجه؟ تقدر كل حاجه؟ ده كبرياء. لا يا حبيبي مش فيه، في المسيح يسوع اللي جوايا بالروح القدس، في الروح القدس الساكن فيا. عشان كده هنا يقول لك الروح يعلمكم، وكلمة يعلمكم يعني أنا عايزكم تدخلوا مدرسة الروح القدس. ومدرسة الروح القدس ثلاث فصول، تاخد الفصل الأول والثاني والثالث، المرحلة الأولى والثانية والثالثة. إيه المدرسة؟ الفصل الأولاني به نحيا، طيب، والفصل الثاني نتحرك، والفصل الثالث نوجد. انا مش هتكلم النهارده غير عن الثلاث كلمات دول عشان تعرف. اصل ما اقدرش ادخل مدرسه واروح اقول لهم داخل مدرسه ابتدائيه واقول لهم حطوني في سنه خمسه، ينفع؟ لا ما ينفعش. لازم تبدا السلم من الاول، صح ولا لا؟ ان شاء الله تكون هدفك ان ابنك ده يبقى دكتور، ابنك اللي نفسك يبقى دكتور بتدخله كي جي 1 وكي جي 2 اولى ابتدائي ثاني ابتدائي. ايه ده؟ مش انت عايز تبقى تعمله دكتور مدخله اولى ابتدائي؟ ما هو لازم، لازم ياخد السلم منين؟ من اوله. انت عايز مدرسه الروح القدس، عايز توجد. لا ما ينفعش، لازم تبتدي من النقطه الاولى دي. ايه؟ نحيا. تنجح في الفصل الاولاني تتنقل للفصل ايه؟ الثالث. بعد ما تحيا تعمل ايه؟ نتحرك. تنجح في الفصل الثاني توصل للمرحله النهائيه نوجد. ايه الفرق بين الثلاثه؟ به نحيا. يبقى الفصل الاولاني نحيا به. يعني نحيا به؟ عايزين نفصلها كده، مدرسة الحياة بالمسيح. أصل على فكرة الروح القدس لما بتكلم عنه بتكلم عن مين؟ عن المسيح. صحيح ده أقنوم وده أقنوم، وكل أقنوم له عمله، لكن حتى عمل أقنوم الروح القدس بيأخذ منا للمسيح ويعطيني.
يعني الروح القدس ما الا مدرس، والماده اللي بيدرسها هي مين؟ المسيح. الماده اللي بيدرسها هي المسيح. اضرب مثل يقرب، زي استاذ العلوم لما بيجي يدرسك، بيدرسك ايه؟ ما بيكلمكش عن نفسه، ما بيقولكش انا فلان الفلاني متجوز معايا 4 اولاد، الابن الاولاني في سنه كذا والثاني في سنه كذا وساكن في الشارع الفلاني، بيقولك حاجه عندك كله ولا فينك. المدرس بتاع العلوم ما بيكلمكش عن نفسه، ده انت ممكن تدخل المدرسه وتتخرج من المدرسه وممكن ما تكونش تعرف غير اسم ايه؟ اسم الاستاذ، صح ولا لا؟ بتقول ده استاذ العلوم. طب فين كان في الاستاذ؟ انا ما اعرف. متجوز ولا لا؟ مش واخد بالك الا اذا كنت شفت جاب لك ايده مع ادي اولاده، ما اعرفش. لان هو لما بيجي يدرسني ما بيدرسنيش عن نفسه، بيدرسني عن الماده اللي بيديها. الروح القدس ما بيدرسناش عن نفسه، الروح القدس بيدرسنا عن الماده اللي بيديها لنا، والماده اللي بيديها لنا حياه يسوع. يبقى المنهج الاولاني يدينا به نحيا، يدينا حياه يسوع. برضه وضح لي يا ابونا اكتر ايه هي حياه يسوع عشان نبقى عارفين. حياه يسوع قالت ان الجميع ضيعين وان ما فيش حاجه كويسه. حياه يسوع عايز تحيا؟ عايز احيا. ليه؟ لاني انا خاطئ، وإبرة الخطيه موت، والميت ما ينفعش يعمل حاجه. فاكرين الابن الضال لما رجع لابوه قال له انا ما استحقش اكون ايه؟ ابنك، اجعلني كايه؟ كاحد اجرائك. قال انا هروح لابويا واقول له انا ما ينفعش اكون ابن، خليني ايه؟ خدام. طب ايه رايكم في الكلام ده؟ الاب رد عليه قال له ايه؟ لما نفسي حد يقولها لي. الاب رد بس انتوا مش واخدين بالكم. قال له انت لا تنفع ابن ولا تنفع خدام. عشان كده لما قال اروح اقول له اجعلني كاحد اجرائك، قال ابن هذا كان ايه؟ ميت. والميت لا ينفع ابن ولا ينفع خدام، انت ما تنفعش في حاجه خالص. لازم تعرف الحته دي، انت ميت. والميت ما يجيش سمعته واحد قدم في وظيفه من الوظائف ميت. واحد ميت يقدم شهاده الوفاه ويقول لهم عايز اشتغل. ما سمعناهاش، عشان كده لما بيقول ابني هذا كان ميت يعني معناها وفر على نفسك. اصبحت يقول انا اصلي فشلت في ان انا اكون ابني، يمكن انجح ان انا اكون ايه؟ خدام. قال له لا هتنفع في الابن ولا هتنفع في الخدام ولا هتنفع في اي حاجه، لان صدقوني انا دايما اقولها زي ما في الايه بتقول الله هو امس واليوم والى الابد. انا بقول الانسان فاشل امس واليوم والغدا. الانسان طبيعته فاشل، دي طبيعته. لازم تعرف الحته دي، لازم تعرف الحته دي. ومما يدل على الحته دي من ساعه ما اتولدت. يعني من ساعه ما اتولدت؟ تعال نروح لسفر اللاويين اصحاح 12، يقول لك اذا ولدت الامراه ابنا ذكرا تكون نجسه 7 ايام وثلاثة وثلاثين يوم، يعني قد ايه؟ 40 يوم. واذا ولدت انثى تكون نجسة 80 يوم. ايه ده؟ ليه يا رب؟ الناس بتسأل ليه 40 يوم و80 يوم؟ وهل البنت تفرق عن الولد؟ لا، ده انا عايز اقول لكم حاجة معينة عشان تتعلموها. لما انت جيت تسببت في نجاسة أمك. ليه؟ أصلك أنت مولود بإيه؟ بالخطية. والأم لما ولدت ولد قالت أنا ولدت مصنع خطية. لأنك أنت مولود مصنع خطية. عشان كده نجستها. طب ولما ولدت بنت قالت أنا ولدت مصنع يولد مصانع خطية. يعني عايز اقول ايه؟ عايز اقول ان الراجل مصيبه وست وستين، يعني عايز يقول ان الجنس البشري كله فاسد. طب ويصلح ازاي؟ لما جه يصلح ما تصلحش من ناحيه البنت،
صلح من ناحية ايه؟ الولد. ليه؟ لان اصل في ولد ذكر هيتولد هو اللي هيشيل كل الفساد ده. عشان كده يقول سبعة ايام وثلاثة وثلاثين يوم، يعني الاربعين يوم النجاسة. بعد سبعة ايام الولد بيعمل ايه؟ في اليوم الثامن بيختنوه. ايه هو الختان؟ قطع الجسد. عايز يقول لك انت انسان مولود جسد فاسد، فعشان اتختن الجسد اتخفضت الثمانين يوم لايه؟ لاربعين. لكن البنت ملهاش ختان، لكن الفساد اللي في الراجل هو الفساد اللي في المرأة. طب وليه قلت سبعة ايام وثلاثة وثلاثين يوم؟ لان الختان ده رمز، لان فيه واحد هيجي ويتقطع على الصليب بعد ثلاثة وثلاثين سنة من ولادته، وده بقى اللي هيشيل خطيتك وخطية المرأة وهيديك حياة ابدية. وده اللي قاله لنيقوديموس ينبغي ان تولد ثانية. عارف نيقوديموس قال ايه؟ المسيح قال له انت معلم النفوس ومش فاهم. انتوا عارفين نيقوديموس ده كان بيشرح ايه؟ معلم. يعني احنا دلوقتي جنبه ما نجيش حاجه، ده استاذ في العهد القديم. فجاء يقول له ايه؟ ادخل بطن ام ثاني. ادخل بطن امك؟ ده انت ساعه ما اتولدت من امك خليتها نكس 40 يوم. لما تدخل وتتولد ثاني هتخليها ايه؟ نكس 40 يوم ثاني. ده انت هتتسبب في نجاسه امك. لا حبيبي، تتولد من فوق من الماء والروح. لما تتولد، لما اتولدت من بطن امك سببت لبطن امك النجاسه، ولما هتتولد من المره الثانيه من بطن المعموديه هتسبب لبطن المعموديه القداسه. لان روح القدس هينزل في بطن المعموديه عشان خاطر عيونك انت، عشان خاطر يولدك تاني، يرعد على الميه، يكهربها، يديلك الولاده الجديده. تقوم اول ما تطلع يمسحوك بالنيرون، يلبسوك الابيض، يرشحوك بالزنار، يطوفوا بيك في الكنيسه زي الايقونه كانك قديس من القديسين، بل ما اقولش كانك، يزفوك انت قديس من ضمن القديسين اللي انضموا للكنيسة. للحياة يا احبائي، للحياة اللي هي تقبلها. يعني اذا كيف نحيا بالروح القدس؟ انك تقطع الجسد، تقطع الجسد. يعني ما تتكلش عن جسدك، على جسدك في حاجة، ما تتكلش على نفسك في حاجة، ما تحسش ان في حاجة هتخرج منك لا كويسة ولا وحشة. قول مش عايز منك يا جسدي اي حاجة. طب امال عايز تعمل ايه؟ عايز الجمك، احط الجام في بقك واشد، وكل اللي بيشوفني يقول لي بتعمل ايه يا جدع، اقول له بقمع جسدي واستعبده حتى بعد ما بشرت للاخرين لا اصوم. لا الكهنة من قدام وهو من ورا. يا سلام، في كل جلسه انا من قدام واقف في الهيكل هنا، يبقوا الكهنه من قدام اللي لابسين لي حته جلابيه بيضه كده وداخلين طالعين بالشريه في ايدهم بالمجامر في ايديهم. ليه؟ هما يقراوا ايه عني؟ ويعرفوا ايه في حكمتي؟ راح ماسك المجمره وقال له وسع انت اهو. قال له رايح فين؟ قال داخل ابخر للرب. منعوه، لا يحل لك يا عزيه. قال لهم انشوا، ودخل عشان يبخر ايه؟ للرب. ولك حينما حاولوا ان يمنعوه حنق عليهم. كلمة حنق يعني ايه؟ يعني انتظروا بس لما اخرج لي تصرف معكم. وحينما حنق عليهم ضربه الرب بالبرص، فخرج البرص كله. والبرص عند اليهود ايه؟ نجاسة. وراح استخبى، يقول لك ومات عزية ودفن ليس في قبور الملوك بل في قبر بعيد، ما حطوش مع الملوك. ليه؟ حد يتكل على الجسد. يا احبائي، نحيا يعني معناها كل الكويس اللي فيك مش منك. ارجوكم فكروا في الحته دي، اصل احيانا بيجي لكم فكر ان الحاجه الحلوه دي انا عرفت اعمل، قدرت اصوم،
قدرت اصلي ولا حاجة. دي منك دي منه هو. عارف ايه اللي منك؟ الوحاشة. كل وحاشة انسبها ليك وكل حلاوة انسبها ليه. ده الدرس الاولاني، مش عايز اطول. ناحية، لو انت خدت المدرسة الاولى دي، صعبة؟ صعبة انكم تنفذوا الحتة دي؟ تربوا نفسكم، كل حاجة حلوة فيك مش انت اللي عاملها، مش انت اللي عاملها، قولها لنفسك مش تقول للناس. ما هو ممكن قدام الناس قدها اقول لك لا ده ربنا اللي بيعمل، لكن بيني وبين نفسي مقتنع ان انا اللي عملت. وخلي بالك انسب ليه كل الاعمال الروحية وايه؟ والمادية، حتى نجاحك المادي. اسمع يا ابني، اصلا انا نشأت عصامي، انا ابويا ما سابليش مراس، لكن هنا كان في مخ افكر وتكتك واحط وارسم واعمل، ووصلت ده اللي وصلت له بعد مرار. وصلت توصل ايه للدرجة اللي فيه؟ ده لولا يد الرب صدقني ما توصل. ده حتى ما وصلت له ممكن في ثانية يتشال ويروح، ممكن في ثانية يتشال ويروح. وانتوا جربتوا، انتوا شفتوا، عثرتوا، عثرتوا ان اغنى ناس في العالم الكويتيين، اغنى دخل عالمي للفرد الكويتيين، في يوم وليله الكويتيين ما كانوش لاقيين بيت يباتوا فيه. يعني كان درس لينا، مش هتقدر توصل لاغنى ناس في العالم، اغنى دولة بتدي دخل لشعبها في يوم وليلة. انا متصور له ده درس ربنا بيقول لكم شوفوا. ادي اللي عايز يشوف له لقمة رزق ويفتح يبقى يروح طالع البلاد دي في يوم وليلة، في اربع ساعات. في اربع ساعات الكويتيين كانوا المصريين هنا بايه؟ بيسكنوهم في بيوتهم وبيركضوهم التكسات ببلاش ومش لاقيين حتة يروحوها. في يوم وليلة في بعض منكم عاصر شاه ايران اللي كان اغنى اغنياء العالم، ما كانش لاقي له مثوى ولا حتة يقعد فيها. لا، احيا بيه، خلي حياتك بيه، وعلى هذا النمط تنقل للدرس نمرة اتنين. تبتدي تعمل ايه؟ تتحرك، يعني تسلك. يبقى سلوكك يكون واقف على مادة بسلك. وليه تقول اتحرك على المبدا ده؟ احيانا يطلب منك طلب تتحرك على مبدا الطلب. واحد لما كنت تقول له بطل السجاير يقول لك ايه؟ ما اقدرش. ده بيتحرك على مستوى ايه؟ امكانياته هو. لكن انت هتتحرك دلوقتي على مستويات ايه؟ امكانيات الله. تتحرك. السجاير مش هقدر ابطلها، صح، وما عنديش إرادة أبطلها، أصح، لكن هل تؤمن في داخلك إن الله يقدر يخليك تبطلها؟ ده السؤال. هو يقدر؟ لو قلت ما يقدرش يبقى خلاص. لو وثقت إنه يقدر هتبص تلاقي نفسك بطلتها بمنتهى البساطة، لأن هو يقدر. داوود لما اتحرك راح يحارب جليات، ما اتحركش بقوة، ده مش قادر يشيل السلاح يا ناس. لما ربطوا له السلاح، وأنتوا عارفين السلاح حد يعرف؟ متر وربع طول السيف، سيف الحرب متر وربع، فربطوا له في وسط السيف. داوود كله طوله بتاع متر ونص، مش مواصل لمتر ونص، فلما يربطوا له في وسط السيف متر وربع ومسكوه الرمح ومسكوه مش عارف ايه، فجاي يمشي السيف طويل، اتدقر السيف في الارض، اتكف على وشه. فمش قادر تشيل السلاح، هتحارب؟ تحارب ازاي؟ لما غيرك اللي شايلين السلاح وبيتحركوا بمنتهى البساطة خافوا، لان عرفوا ان امكانياتهم مش قد امكانيات مين؟ جليات. لكن انت ما تجيش امكانياتك قد امكانيات واحد من اخواتك، صح ولا لا؟ يجي مين داود في اخواته الستة اللي سبقوه؟ لو داود بقوته الذاتية دخل لأي واحد من اخواته الستة، ثق ان واحد من اخواته هيعمل ايه؟ هيغلبه. لا انا مش بتحرك، اصل انا اتعلمت في المدرسة بتاعت الروح القدس الدرس الاولاني ان هتحرك بيه، لان الحلو انا داخل اعمل حاجة حلوة، داخل انقذ اسم الله. الراجل ده بيعير اسم الله، وما دام داخل انقذ اسم الله يبقى بلا شك ان الله مش هيسيبني. انت تأتي الي بسيفك ورمحك، لكن انا جاي لك باسم رب ايه؟ الجنود. لو امنت في المدرسة الاولى، لو تحركت في كل سلوكياتك في المدرسة الثانية،
ثق ان اخيرا في الابدية هتوجد في المسيح. يعني هتوجد في المسيح، هو هنا يسكن فينا، لكن احنا هناك نعمل ايه؟ نسكن فيه. احنا نفتح له بيوتنا يفتح لنا ايه؟ بيته. احنا نقدر في حياتنا يقبلنا في سماواته. الله قادر ان يبارك حياتنا. ما اقدرش اكمل الموضوع لانه طويل، ويدينا نعمة ويحفظنا في الايمان، ويدينا ان احنا نقبل الروح القدس اللي علمنا في مدرسته، له كل مجد وكرامة من الان والى الابد. امين.